السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهارده هنقول لاولادنا اسم من اسماء الله الحسنى، هو اسم الله الحميد. اسم الله الحميد، الحميد، الله هو الحميد، كل المخلوقات ناطقة بحمده لأنه المستحق للحمد كله لنعمه وإحسانه، وهو المحمود في أفعاله وأقواله وأسماؤه وصفاته. تمام. قال تعالى: وأعلموا أن الله غني حميد، سورة البقرة الآية 267. وأعلموا أن الله غني حميد، سورة البقرة. الحديث عن عقبة ابن عمرو قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشر ابن سعد: أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم، رواه مسلم. تمام. دلوقتي هنقول قصة توضح أكتر اسم الله الحميد. القصة اسمها الحمد لله. طيب، اقترب العيد وخالد لم يشتري بعد ملابس العيد، وكان كلما طلب من والده ملابس العيد سكت والده ولم يجبه. شعر خالد بالحزن الشديد، كان زعلان جدا، وذهب إلى أمه وطلب منها أن تشتري له ملابس العيد، فسكتت أمه ولم تجبه. تحير خالد، احتار بقى من سكوت بابا وسكوت مامته، وذهب إلى أخيه الكبير وحكى له ما حدث. قال له أخوه الكبير: يجب يا خالد أن نحترم سكوت والديك ولا تلح عليهم بالسؤال. تمام. قال خالد: كنت أريد الإطمئنان فقط. قال أخوه الكبير: تعلم يا خالد ألا تلح بالسؤال حتى عن من أقرب الناس إليك. راح خالد هز رأسه كده وسكت. وقرر خالد أن يلبس ملابس جميلة كانت عنده في السابق. واستيقظ خالد على تكبيرات العيد الجميلة، فقفز من فراشه وذهب ليصلي العيد مع أهله. وعند رجوعه فتح الخزنة وإذا به يرى ملابس جديدة. فتح الدولاب، لقى لبس جديد على رف الدولاب. ففرح وسأل والده عن سبب تأخر شراء ملابس العيد، فقال له: عليك أن تتعلم الصبر أولا، وثانيا كنت في ضائقة مالية، ما كانش معايا فلوس إن أنا أجيب، والآن الحمد لله فرجها الله علي واستطعت شراء ملابس العيد لك. قال الجميع: الحمد لله. تمام. ده اسم الله الحميد. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.